السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ولقاكم هذا الفيديو تمام الصحه والعافيه ان شاء الله. المهم هذا الفيديو غندير معكم السمن كما كتشوفوا. انا في الحقيقه راني صايبته عاد باش قلت كون صورته، ولكن انا غادي نقول لكم بالنسبه اللي ما تيصدقش معها السمن اولا كتبغي تصايب السمن غنقول لكم الطريقه كيفاش. المهم كتاخذوا واحد القصريه بحال هادي اللي كنرجنوا فيها، كتاخذوا كتحطوا الزبده، الزبده اللي هتملحوها ياك، وكتشدوا الماء، الماء ما فيه حتى شي حاجه لا ملح لا والو، صافي كناخذوا الماء، الماء عادي عادي كنحطوا الزبده وكنبقاو كنغسلوا فيها بهذاك الملح بهذاك الماء، الماء عادي كتولي هذيك بحال الحليب كيتحيد من هذيك الزبده، بحال كتغسلوها كيولي هذاك الماء كيخرج ابيض كتحيدوا هذاك الحليب كله اللي كيكون في الزبده، صافي حتى كيولي الماء عادي عندكم مع هذاك مع هذيك الزبده. وتتاخذوا هنا ندير لكم هكا باش يبان لكم، هذا الزعتر شفتوه، هذا الزعتر هذا كتاخذوا الزعتر تديروه في واحد الكاسرونه اولا في واحد الطنجره اللي بحال هكا، وكتطبخوه كطيبوه كديروا الماء اللي كافي باش كيطيب فيه، ملي كيطيب هذاك الزعتر كتوليو كتصفيو الماء، كتاخذوا الماء تصفيو بواحد الصفايه بحال هكا، ملي كتحصلوا غير على الماء ديال الزعتر بوحديتو كديروا فيه الملح، ايوا الملح خاصكم ديروا الملحه، يعني انا بحال هاد الكميه كتشوفوا فيها درت تقريبا واحد الباكيه كبيره ديال الملح اللي درت في هذيك الماء ديال الزعتر، صافي وكتبداو انكم كتحكوا بها هاد الزبده، كديروا الماء ديال الزعتر والملح وكتحكوا فيها، وفي الاخر كتخليوه بحال هكا. شوفوا ان الماء ديال الزعتر شفتوه، انا نحيد معكم واحد شويه باش تشوفوا الماء، الماء راه كحل يعني ديال الزعتر، ها نتوما شفتوه، ها الاضاءه ما كتبينش لكم، يعني الماء يعني الحليب ما بقاش في الزبده بتاتا، بقى غير هذاك الماء اللي فيه الزعتر، صافي وغادي نغطي هاد القصريه بهاد الزبده اللي فيها الماء مملح ديال الزعتر، الماء ديال الزعتر هو مملح، صافي غادي نخليها فحال هكا كما كتشوفوا يا البنات، نغطي عليها مزيان مزيان نخليه حتى الغدا، حتى الغدا ان شاء الله. دابا راه تقريبا الوقت هذيك شي 12 لارو فحال هكا، نخليه حتى الغدا بحال 24 ساعه تدوز عليها في نفس الوقت، وغادي نحيدها ونديرها في قرعه ونسد عليها، يعني ندير سواء ديال بلاستيك ولا ديال الدجاج نتوما اللي باغين ديروا فيها. انا عندي واحد القلوشه انا نوريها لكم، غنجبدها معكم من البلاكار ونوريها لكم، ها هي جبدتها كما كتشوفوا هاد القلوشه هادي، غادي ندير في هاد القلوشه ونسد عليها وهذا الشيء اللي كاين. المهم وانتم كتقدروا ديروا في ديال الدجاج، انا كنفضل الدجاج ولا هذا الطين، اما البلاستيك لا، البلاستيك لا ما ديروش في البلاستيك، صافي هذا الشيء اللي كاين. كتخليوه 24 ساعه كما قلت لكم وتتعزلوها، كتوليو كتهزوها بحال هكا بيديكم، كتهزوا بحال هكا بيديكم كديروا كل الكويره وكتحطوه فين باغيين تحطوه، وصافي وكتسدو عليه مزيان مزيان، يعني النفس ما يدخلش ليه باش ما يصوفش وما يخسرش، كتغرقو عليه مزيان يعني النفس ما يدخلش، صافي كتحطوه في واحد البلاكار ولا تحت البوطاجي ولا المهم فين باغين تخزنوه، وتيبقى هو كما كنعرفو كل ما كيقدام كل ما كيولي دواء، كيولي سمن حيل كيلاق بزاف الدواء، يعني كيولي دواء ما كيبقاش غير ماكله ولا بنه ولا نسمه، كيولي داخل حتى في العلاج وفي الدواء، وهذا الشيء اللي كاين البنات في المهم البنات. القصريه ها باش نغطيها بهذه السينيه اللي كتشوفوا الحجم ديالها ديال القصريه، غادي نغطي هنايا بهذه السينيه هذه، غادي نغطيها وصافي، ومن الفوق غادي ندير واحد بحال الشيفون بحال هكا باش يبقى بحال هكا، شفتوا هنايا السينيه غطيت بها، وهنا هذه غنغطي بها مزيان بحال هكا، هذيك انا عادي
صافي هادشي اللي كاين. صافي دابا غيبقى 24 ساعة حتى الغداء ان شاء الله، وعاد باش نحيدو نديرو في القرعة. صافي هادشي اللي كاين البنات، كانت هادي هي الطريقة ديالي في التسمين ديال الزبدة، ولا في تمليح الزبدة اللي كتولي سمن. وحتى لهنا نقول لكم الى اللقاء وفي فيديو قادم ان شاء الله وبحول الله. خليت لكم الصحة والراحة وراحة البال، هادشي اللي كاين، وبسلام عليكم.